تعالوا بينا نرجع بآلة الزمن لورا شوية، وبالتحديد من 3000 ل 5000 سنة، يعني من زمن الفراعنة، علشان نتعرف على أهم العادات الغريبة عند القدماء المصريين، واللي تقريبا مازال معظمنا بيعملها وهو مش واخد باله إنها عادة فرعونية أصيلة. ولو فاكر إن الحضارة المصرية ما سابتلناش غير شوية معابد وأهرامات وجثث تبقى غلطان، لأن الحضارة المصرية سابتلنا بعض العادات اللي ما زلنا بنمارسها لحد وقتنا هذا. وبالرغم من التقدم وتطور التكنولوجي، إلا إن توارث هذه العادات هو موروث ثقافي عندنا ومتأصل داخل وجدان الشعب المصري. فتعالوا بينا نتعرف على أهم عادات قدمائنا المصريين واللي ما زلنا بنعملها لحد وقتنا هذا. بس قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا، ويلا بينا نبدأ على بركة الله. أول عادة وهي كسر زير وراء الأشخاص. وكان الفراعنة بيعتقدوا ان كسر الزير او قلة من الفخار خلف احد الاشخاص بيقضي على الطاقة السلبية اللي تركها هذا الشخص في المكان، ولما كان بيزورهم شخص غير مرغوب فيه او معروف عنه انه بينشر طاقة سلبية، فكانوا بيقوموا بكسر قلة وراه بعد مغادرته للمكان. والعادة دي ما زالت موجودة عند المصريين في وقتنا الحاضر، واللي بيحصل اننا بنقول اهو غار في 60 داهية، اكسر قلة وراه علشان ما يرجعش تاني. كل سنة في الربيع بنلاقي المصريين بيحتفل بيوم شم النسيم، وطبعا كلنا عارفين الطقوس اللي بتتعمل في اليوم ده، في سيخ بقى وبيض وسمك مملح وغيره من المأكولات المعروفة. وانا عايز اقول لكم ان العادة دي مارسها اجدادنا الفراعنة من اكتر من 4500 سنة، وكانوا بيعملوا نفس اللي بنعمله في ايامنا دلوقتي، بس الفكرة ان كان عندهم ان اليوم ده هو عيد موسم الحصاد، وكانوا بيقدموا السمك المملح والبصل كقرابين للآلهة بتاعتهم خلال موسم الحصاد. وبرضو كانوا بيخرجوا يشموا هوا في الحدائق والمنتزهات العامة، وكمان بيلونوا البيض زينا بالظبط. يعني تقريبا احنا بنعمل كل حاجة هم كانوا بيعملوها في اليوم ده، مع شوية اختلافات بسيطة، وده راجع لاختلاف الحياة الدينية عندهم عن يومنا هذا. اما بقى لو عايز تستغرب بجد، فخد دي، هتلاقي ان معظمنا لما بيلاقي شبشب مقلوب بيقوم تلقائي من نفسه علشان يعدله. والحقيقة ان العادة دي ورثناها من اجدادنا القدماء، والاعتقاد وقتها هو ان الشبشب المقلوب عندهم بيعتبر من المحرمات، لانهم كانوا بيعتقدوا ان وجود شبشب في الوضعية دي هي اهانة للالهة بتاعتهم، ومن غير المستحب ان الشبشب يبقى مقلوب في وجه الالهة. وللأسف اننا في مصر احيانا بنعمل نفس العادة، وبيعتقد البعض ان الامر له مغزى ديني، ولكن الحقيقة هي عادة ورثناها عن اجدادنا الفراعنة. ومن الشبشب المقلوب هنروح ليوم السبوع. طبعا كلنا عندنا عادة السبوع، واللي بنعملها بعد ولادة اي مولود باسبوع، وبرضو العادة دي قديمة، وده لان القدماء المصريين كانوا بيقدسوا رقم 7، وشايفين انه رمز الصحة والجمال، وكانوا بيعتقدوا ان المولود اللي بيعيش لليوم السابع طفل محظوظ ولابد من الاحتفال بيه، وده لان نسبة الوفيات عندهم اثناء الولادة كانت عالية جدا، وعلشان كده اي مولود بيمر عليه 7 ايام من غير ما يحصل له حاجة يبقى انجاز عظيم ولازم يتم الاحتفال بيه. بس طبعا ما كانوش بيوزعوا فشار ولا حاجة، حتة الفشار دي احنا اللي زودناها من عندنا علشان نحط التركة بتاعتنا. ومن السبوع للخرزة الزرقاء. معظم بيوتنا هتلاقي محطوط على بيبانها عين زرقاء، اهي العين دي ليها مغزى، وفي الاساس هي عادة فرعونية، وكانت العين دي عندهم هي عين الاله حورس اللي كانوا بيقدسوه بشدة، وكانوا بيعتقدوا ان عين حورس هي اللي بتحميهم من الارواح الشريرة والطاقة السلبية، علشان كده كانوا بيعملوها زي عقد وبيلبسوها، وكمان كانوا بيحطوها على المومياوات اثناء عملية التحنيط لضمان بقائها سليمة في الحياة الاخرى. وطبعا المصريين الان بيستخدموا نفس العين علشان تقيهم من الحسد، يعني تقريبا نفس المفهوم بس مع شوية اختلافات بسيطة. الاربعين، ودي عادة مصرية معروفة لحد الان عند المصريين، وهي ان بعد وفاة اي شخص وبعد 40 يوم بتعمل حاجة اسمها الاربعين، واللي بيحصل فيها ان اهل المتوفي بيتجمعوا في ذكرى وفاته وبيبدأوا في قراءة القرآن على روح الميت. والحقيقة انها عادة مصرية قديمة في الاساس، ودي كانت مربوطة بطقوس التحنيط، لان الاعتقاد السائد وقتها هي ان الروح تقدر انها تتحرر وتسافر الى العالم الاخر بعد 40 يوم من وفاة الشخص الفرعوني. لو فاكر ان اللغة المصرية القديمة انتهت تبقى غلطان، فحضرتك وحضرتك بتتكلموا فرعوني بس مش واخدين بالكم، وفي حياتنا اليومية بنستخدم مئات الكلمات الفرعونية، ومن الكلمات دي هي كلمة طنش واللي معناها بالفرعوني تجاهل، وكلمة شبشب ومعناها نعل، ومبو معناها اشرب، ومم معناها كل، وكلمة مدمس
واللي معناها مطبوخة على النار، ومئات الكلمات اللي برددها كل يوم وهي في الأساس كلمات فرعونية. التصدق على الفقراء عادة فرعونية قديمة وما زلنا بنمارسها إلى الآن، وكان التصدق على الفقراء من أولويات المصريين القدماء لاعتقادهم بأن أي مبلغ يعطوه للفقراء مهما كان بسيط ممكن أنه ينقص حياة إنسان، وكانوا بيعتقدوا أن اللي يعمل كده فهيتم مكافئته من إلهة الحق والعدل عند القدماء المصريين. دبلة الخطوبة، ودي واحدة من أهم عادات الزواج عند القدماء، وهم أول ناس استخدموا خاتم الزواج بالشكل الدائري، وده علشان يعكس اتحاد الرجل والمرأة، وكانوا بيطلقوا على خاتم الخطوبة اسم حلقة البعث، وكانت الدبلة بتوضع في اليد اليمنى وبعد الزواج تتنقل لليد اليسرى، بالظبط نفس اللي بيحصل في يومنا هذا. وكمان كان عندهم مأذون مكلف من المعبد بيعقد رباط الحياة الزوجية المقدسة بين الطرفين، وبيقوم بكتابة عقد الزواج من 3 نسخ، نسخة للمأذون ونسخة للعروسة ونسخة للعريس، زي ما بيحصل بالظبط عندنا في اليومين دول. حرق البخور هي كانت واحدة من أهم العادات الفرعونية، وده راجع لبعض أفكارهم الدينية، لأن ريحة البخور بتخلي ريحة المعابد الخاصة بيهم حلوة، وكمان بتطهر المكان من أي روائح كريهة، وفي كتير من المعابد هتلاقي عليها صور لبعض الأشخاص وهم مولعين أعواد بخور، وتقريبا إحنا كمان بنستخدم نفس العادة. وفي الآخر كده، لو تعرف عادة بنعملها وشاكك إنها فرعونية ياريت تكتبها لنا في الكومنتات. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي بتمنى يا رب إنها تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.